هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام والليالي المباركة بدأ رمضان، وزي كل المناسبات بدأت التهاني بين الناس. هنا رسالة واتساب، هنا مسج، هنا منشور، هنا اتصال تلفوني وكذا شيء روتيني. أما سامق السامقين شخوة المشخخين، هذا شوفوا على تهنئة. ونحن في هذه المرحلة أربعة عشر دقيقة تهنئة، إيش من فرغة في أبوك؟ كيف عاد التعازي حقك إلى هذه التهاني؟ نسيت أنتم ما تعزوش، تكرفوا بس للمزرعة السعيدة بالمزيط والمزيط. وبعدين الناس يا شخوة يرسلوا مع التهاني وارد، صورة حلوة لقامع، وجه لطفل، منظر حلو، فروس فوق الصورة، خبر حلو، رمضان الناس مراعين للرواتب. عندها توجيه ثوري بربع راتب من الرواتب التسعة اللي في كرشك انت والمشرفين حقك. احسبه مكرمة رمضانية مش جاي ترسل ملزمة توجيهات ولوك لوك 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 وافعلوا وسووه. صحيح ما فيش من صياد لبن. أدعو شعبنا العزيز إلى الاستمرار في رفض الجبهات بالمقاتلين الأبطال. هذا في التهنئة اللي برمضان، مكانك تشتي مقاتلين وللمزرعة السعيدة. ما في شهر كريم، ما في إفطار شهياً وصوماً مقبولاً. رمضان ذو القعدة، كانوا الأول كانوا الثاني ما تفرقش عند المشعودة طول السنة، طول السنة ويعبي غير الناس للمقابر. وكيف ختم التهنئة اللي المفروض إنها لليمنيين؟ نؤكد تضامننا الإنساني والأخلاقي مع شعب البحرين المظلوم ورموزه من العلماء والقادة. قلت لي تتضامن مع شعب البحرين. مساكين الله ما فيش معاهم رواتب من 9 شهور بالبحرين، ولا غاز ولا بترول ولا كهرباء في البحرين، ومعاهم حوثيين دمروا حياتهم ودخلوهم حروب من 3 سنين في البحرين. أيوة يستاهل التضامن الشعب البحريني والنص يا شخوة. فينكم يا يمنيين؟ وصلتكم التهنئة؟ يلا يلا يلا، ليش محوشين؟ يلا يلا على الجبهات والمزرعة السعيدة، قليلين حياة رمضان، تحركوا. ومن هذه المهازل الشخواتية الحوثية اللي ما تنتهيش، خلونا نشوف إيش قالوا خلال الأسبوع. قالوا القصر الجمهوري بتعز يعود إلى يد الشعب بهزيمة ساحقة للميليشيا وبدون مدرعات ولا طواير ولا بوارق. والميليشيا ما قصروش، كيف يعود ليد الشعب؟ كيف يد الشعب بس كده تهزمنا؟ وهات يا صواريخ فوق رؤوس المدنيين وتقطيع لأيادي الأطفال في الأحياء والشوارع. تضامننا مع شعب البحرين. المشكلة إنه قالوا في ناس زعلانين على تحرير القصر أكثر من الحوثة والمقاليع بكثير. الحلقة الماضية انتقدنا تأخير الحلول لكهرباء عدن، وهذه الحلقة لازم أقول شكراً لكل الجهود اللي سعفت المدينة مع دخول الشهر الكريم بالمحطة الجديدة من قطر وافتتاح رئيس الوزراء لها. وقالوا في خبر عن محطة ثانية، يا رب اجعله صدق. قالوا ان محافظ البنك المركزي اليمني يحذر من التعامل مع اوراق مالية مزورة من فئة 5000 ريال. تعال 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 يا نكبة البقاش، انت دحين هذا تحذير ولا تسويق ولا ايش قصتك؟
من متى معنا فئات 5000 يا طحطوح لما يتم تزويرها؟ هذه اسمها عملة وهمية مش عملة مزورة. وانت مهمتك تنفي وجود عملة بهذه الفئة، مش تقول لا تتعاملوش مع المزورة منها. عاد قروشها الشغالة يصرفوها من كاك بنك ولا بطلوا يا محافظ المحافظ والشنيط. قالوا مستحقات الطلبة في روسيا الحمد لله الحمد لله وصلت بالسلامة، إنما أقام القائم بأعمال سفارة اليمن هناك بالتقطع لها ومنع صرف مستحقات بعض الطلاب اللي قالوا إنه مساوي ليه. طبعا يا أكواع أساوي إليك ومنعوك من دخول سفارة بلادك، تحتاج بنظام وخلوا الشرطة الروسية تسحبك وتهينك. ومخلافي هل أنت معنا؟ عاد شي معك ضابط لهؤلاء الكائنات ولو حتى تغريدة بتويتر. ملا يا أكواع ما حد أهانك، يا أكواع ما حد شنتحبك، يا أكواع ما حد قوعك وخلاك في البرد وسلحبك على مناخيرك. اصرف فلوس الناس، اصرف فلوس الطلبة خيرة الله عليك. رمضان ما تخليناش نقر روحه بذمتك. خلونا نروح لخبر مفرح من إمارات الخير والعطاء والكرم والبذل. قالوا أن شرطة السير يعني المرور في عدن سلمت 11 لايت لإشارة مرور كدعم إماراتي للشرعية. أتعبتم من بعدكم في الكرم، 11 صميل يولع بالليل للمرور. الحمد لله الحمد لله، كده الشرعية ما بتروحش لا يمين ولا يسار ولا يسكعوها مخالفة قطع إشارة، بتكون تشوف اللايتات كده تلمع إماراتي. خلص يوم الشهيد وذكرى مقتل للإمام أبو شطفرة وذكرى شرغة الإمام بطرس الرابع عشر وذكرى ختان مدريش من عليه السلام. ما لقاش الشخوة إيش يعمل؟ هوبا قفز زاحم البرامج الرمضانية ويعمل مواعظ. رواتب الناس يا سارق، مش وقت المحاضرات الفارغة. قال إيش؟ لعلكم تتقون. قل لعلكم تستحون وتصرفوا رواتب الناس، قل لعلكم تخجلون وتبطلوا قصف النساء والأطفال في تعز، لعلكم تعقلون وتسلموا أنفسكم وتستسلموا للشرعية والقرارات الدولية. اختلب لي واعظ وهو يقطر ذنوب وقرائم. عصت رمضان عصد، الناس منتظرين يشوفوا برنامج مسلي، برنامج مضحك، مش صورتك المزرية ذي. أصبحت النظرة إلى هذه الفريضة لدى البعض نظرة روتينية واعتيادية وممارسة اعتيادية. يأتي شهر رمضان، يتعود الإنسان المسلم ومنذ نشأته منذ طفولته على صيام هذا الشهر، فتصبح حالة روتينية اعتيادية. أيوة رمضان كان حالة روتينية مملة، كان لازم تخرج من الكهف وتجمع طراطيرك. كانت الحياة مملة قبل ما تخرج من القرف انت ونيلي وشريان ودنيا سمير غانم ولا والفوازير كله. تعملون رمضان أكشن كنتو من 2013 وكل رمضان أكشنو غير. أول أكشن عشان كسر الملل كان في عمران، وثاني أكشن كان في عدن، وثالث أكشن الآن في تعز. يا أخي مش عارفين من دونك كيف كان بيكون طعم رمضان، يعني ما في مش تقوى. هي التقوى، وما أحوجنا إلى التقوى، وما أعظم التقوى وأهميتها وأهمها في واقع الإنسان وفي حاضره وفي مستقبله في الدنيا والآخرة. أيوة هي التقوى، والكل شاف التقوى حقك كيف فعلت باليمنيين من شرقها لا غربها، كيف قصفت عدن وتعز والضالع، كيف قتلت النساء والأطفال تقوى، كيف اقتحمت بيوت صنعاء تقوى، كيف نهبت خزائن الدولة وممتلكاتها تقوى ونص. في كل محافظة أهلاف الجرائم من القتل إلى التهجير إلى الاختطاف والاغتصاب. عاد أشلاء الأطفال تشهد عليك في هذا الشهر الكريم يا عم تقوى. أنت ودي الصورة المدعوسة طلعت للغاثي يا دجال، كوليرا وخراب ومواعظ حوثية.
شوف حتى الرضع كيف متقرفين منك ومن بلاويك. طفل بلادي يا معسني، انت الكوريلا يا معسني، انت الكوريلا سببكم وغضب وتونا. افدع فمك وقلبك، هذه الموعظة اللي لازم نسمعها الشخوة المعفن قال تقوى. فاصل ونرجع نشوف الحاصل، ابقوا معنا. حيا بكم ومرحب. ابو عفشفش شكله صفد من اول الشهر الكريم، وانا اقول مومعه زقع في كل سبت وثلوث في شعبان، كل يوم مومعه هدرة وكل يومين معه نثرة. كان عارف انه زميل ابليس وانه بيتصفد، انما قد كفى ووفى، معيله هدرة تكفي سنة لا قدام من الحشوش. ويا عيبا عليكم ايها الانفصاليون المأجورين الذين تتاجروا بدماء اليمنيين باموال مدنسة، معنى مدنسة مدنسة، تتاجروا وتقاتلوا الآن في المخا وفي ذباب وفي تعز وفي شبوة وفي مارب وفي الحديدة وفي ميدي وفي الضالع وفي كل مكان تقاتلوا، من قتال شطري واضح لا غبار عليه. كان استعانوا بقوات أجنبية، بلاك ووتر بالميتي اف حاجه كل ما تعرف ايش. ايش رايك بدل اللف والدوران والدعاء الوحدويه هذه تقرحي على بلاطه؟ ودك ناوي تاسس حراك في صنعاء للمطالبات بالانفصال، وكل من يتضرر يرجع يدور يخرب الشغله كلها عشان يحافظ على وجوده واللي تحت يده. لا تستحيش، قلها وقد باسمك عملت مجلس سياسي وهناك مجلس ثاني. ارجعوا غنوا مع بعض اخوان عبوا من طباع اللئام وزينوا تلك المجالس. الان يقاتلونا ويحتلونا منشاتنا النفطيه في بلحاف في محافظه شبوه، ويحتلوا مطار وميناء المكلا. اخواننا السودانيين ما يقاتلوش ولا يحتلوا، احنا قبناهم يفعلوا زار يخرجوا الشياطين حقك من المناطق المحرره. قاوا يقرأوا شرف ياسين. نناشد مؤتمر الرياض أن يوقف الحرب ويرفع الحصار ويكلم الأمم المتحدة برعاية الحوار اليمني السعودي. أوف، فاتت على ترامب، فاتت على ترامب. المفروض يسمعه ويرجع من نيويورك للرياض. خلاص يرجع يرجع يرجع، المفروض انك تسكت، لا عاد تخليهم يتذكروك، قدهم ناسينك وبالهم عند ايران. انت سعد دقاق اللي تنبش التراب لا فوقها، ارقد واختمد، لا عاد تطالبش ولا هم دارين فين بزقك متبردق. تعال نتحاور معاك نحل المشكلة، نتقاسم السلطة. اها، وهذا اللي بيك كله والدحيس والعلاق، بالاخير طلع انه الحوار حقك هو التخاصم للسلطة. يا اخي عيب عليك، قد كان معك نص الحكومة حق باسن دوا من المهرة الى صعدة ومن ميدي الى عدن، قلت مع ده. الحين ايش عاد معك؟ معك كم من وزير بحكومة حزيز خلصوهم العوديين ملاطيم ومساقيع، قد خبلوا بهم. انا لو كنت مسؤول اللجنة الخاصة في المملكة العربية السعودية الذي تقوم بدفع الاموال والله ما ادي لكم ولا ريال واحد. انت تزرط على طول، ما تدي لحد شيء. 33 سنه زرت بلاد باللي فيها يا نصاب، بتحولها كلها ابو ظبي بعد الاولات ولا احمد ولدك وبقيه الجهال في الخارج. مقاسي قط الحديد بكل المقاسات. هذا اللي عاد وقال قبل امس انه رفض المال والمليارات اللي جابوها له فوق الايرباص، ما دخل عنده ما عاد يخرج. لو منيتوا انفسكم ان تدخلوا اي محافظه أدخل منها عرض. إيه ها، قل عذان ومأرب والقوف وتعز والضالع ولاحق وبيان وحضرموت والمهرة وشبوة، هؤلاء ماهن
ما همش محافظات أكثر من ثلثي البلاد، أو قصدك أنهم حارات في حزياز؟ يا خبير عاد ملطام القصر الجمهوري بتاع زداف، والله ما ترقعوا متر وتخسروه، خلاص ما زلق زلق. اللي بعده إلى بدروماك قد دخلوا وخرقوك انت، ولقانا الحوثي عرض، خلي الحوثيين يوروك صور المزارع السعيدة حقهم في مأرب وصنعاء وصعدة، وبتعرف كيف بيخرجوا عرض. تشتوا انفصال؟ تشتوا انفصال؟ تعالوا إذا القرار في أيديكم يا حراكيين، تعالوا نتفاهم إيقاف الحرب. وقف الحرب صح. تعالوا نتحاور حول تصحيح مسار الوحدة. صح. شو من الهدرة هذه؟ قضاك تدور المفارع الضعيف. احنا خلاص بطلنا ما عاد نجديش انفصال، بما انك قضاك بتدوره. احنا صححنا مسار الوحدة مع مشروع الرئيس هادي، تعرفه مشروع الرازم حقك، دولة اتحادية من 6 أقاليم. هذا المشروع يجيب لك القطيط وآلام المفاصل والركب، ويشرخ راسك ويقرحه بكله. حددوا موقف، حددوا موقف مع الوحدة، تصحيح من مسارين، العصا من النص ما تركب، مع الوحدة ولا ضد الوحدة. الجنوب مش ملك أحد، ولا الشمال ملك أحد، الشعب اليمني هو المسؤول. خلاص الناس زلقوا، انت قديم 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 يا ابو عفشفاش. احنا اتفقنا على 6 أقاليم، 2 بعد الصبوح، و2 بعد الغداء، و2 بعد العشاء، كورس كافي ووافي، وبيروح الصداع اللي في بك مع الراس. بعتها لإيران من شرقها لغربها، واليوم تقول لي وحدة وشمال وجنوب، ومساك عصا وحدايد. نحن السياج المني والخط المتقدم للدفاع عن الأراضي المقدسة. ما هو إلا سياج ومساك وبس، ومنيء كمان. ما حد قد أطلق صاروخ يشتي يهد الكعبة إلا أنت يا مخلوع. نسيت، أنت وبره الأشرم، والاثنين وقع لكم من فوق. ندع الندع، هذاك أبابيل من ربنا، وانت F-16. قال سياق، قال اشتريت الصواريخ 33 سنة من قوتنا ومن قوع الشعب، وسلمتها لإيران وعيال الشوارع في يوم وليلة. والله ما سياق منيع إلا الباتريوت، ولا لو بيدك تهد الكعبة باتهدها. وبعدين ابره الأشرم فعل قليص في صنعاء، وانت فعلت اللي تحته 1000 قليص ومن فوق جامع. ان شاء الله نشوفك قريب خلف سياق العداله، وانت وش ولا نقص. السلام عليكم.